تحزن يا دار، مهما يطول الليل لابد عقب نهار. سايق عليك الله لا تحزن يا دار، مهما يطول الليل لابد عقب نهار. كفي دموع العين صبرك على اللي صار، شيل مت عزيز انضام يوم الزمن لا جار. حزنك من حزن فيك لعل الصوت واغني من اغاني. سوي لنا كاسة شاي وجيبيها. هذا صحيح يا عمي. يلا يا نوال. بدي اروح اسوي شاي بس مش عشانك. عشان مين لعاد؟ عشان ابوي لانه جوه مش عاجبني. روحي وارجعي رايحة تلاقيه يضحك. الله يسمعنا الاخبار الطيبة. ليش؟ بدك تجوزه؟ اي هو يأشر وانا سداد. وبعدين يا نوال؟ ول هذه بنتك علقة. اسمع ابو نوال، زلمة اتصل في ووافق على انه يشتري ب 200 دينار الدنم، يعني بيطلع 20,000 نيرة. نيرة تنطح نيرة، ولا حد شاف ولا حد دري. ها لا يا عمو، رخيص. شو اللي رخيص؟ اي 50 ليرة زيادة عرض عواد، وبعدين هو الارض جديد ومحدد عنها. بعدين بدك تحسب الوقت، وصدقني بكره نجح حامد ولا سلمان وعملوا حركه هيك ولا هيك ما حدا راح يطل عليها. انت لازم تبيع، بيع فرصه ولاحت. لحد ببيع لي 50 دلم بكفي. ايه 10,000 نيرة ما بنشفن عرق، مشروعك كبير وبكلف كثير. بتوكل على الله وبكره الصبح نطلع بكير ومننهي الموضوع وعسكت. وبعدين وين بدي اروح بالمصاري؟ افتح حساب البنك وبتسحب اول باول، وانا بدي اعلمك كيف تسوي. لعاد خليني افكر الليله. قال بقول لي خلينا افكر الليله، بدناش البيع تطير من ايدنا، بتخاف بكره جبر او غيره يعرض عليه بسعر ارخص وتطير البيع من ايدك. خلص الصبح اجيك. ماشي واعتبر هاي خدمه من اخوك، انا بديش منك اشي. خلينا نروح على البريد، اخاف حدا يتصل. لا وين رايح؟ حس عيد الشاي. اشرب الشاي لحالك وروق عليه. يلا شباب طيحوا، هات القربة والعدة، هات الفاس الطري، هات القربة، هات يا ابن، شوي عليها شوي، هات. افحشونها هون وغزوها.
ساعدهم 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 ساعدهم. ابحش ابحش. بعدين هاي عواد اجا مشان تاخذ حسابك منه، وهاي خمس ليرات إكرامية لعيونك. الله يبارك فيك خيو، الله يبارك فيك. الله يعافيك يا رجل. هي قلة أرض كان خلت مساحة بيننا وبينك. اي وانا فكرتك راح تنبسط يا ابن الحلال. اسمع، اذا بدك نوسع اكثر ما فات شيء. بدنا نجيب مساحين على حسابنا وين نظمها يا اخوي؟ هذه فلل مش سكن شعبي. ماشي ماشي. قديش دايرة خيو؟ والله 30 ليرة. 30 بس؟ يا ما تكرم. يعطيك العافية أبو. الله يجعله ألف مبروك. الله يبارك فيك. مع السلامة. هلا هلا. الله يعطيك العافية. يا هلا. همة شباب همة. بدي خلال شهرين اكون ساكن بيها ان شاء الله يا شيخ عواد. ان شاء الله. وانا بعد خيو بدي ابني على خير، وبدي تشوف لي معلم شاطر ان شاء الله. بعد ما نخلص لشيخ عواد بنبلش عندك على طول. لا خيو، انا مستعجل اكثر من الشيخ. بدك اربع واجهات حجر؟ اه بدك اربع واجهات حجر. والله ما انا داري. وشو رايك يا ابو كايد؟ طبعا اربع واجهات حجر يا رجل. هات شيف لعاد، وبعدين بدك تحط على السقف من فوق هذا المايل، شو اسمه؟ كرمبيد. ايوه هذا هو، وكراج للسيارة كبير. خيو، مثل ما بده يبني ابو كايد انا ببني، وبدي مضافة بتسع لها ابو 200-300 زلمة، وبدي تكثروني من غرف النوم. شو يا ابو راجي؟ بدك تسكن اهل ام الكروم عندك؟ يا ابو كايد، قرايبي وزلمي اذا اجوا عندي ما بدهم منامات؟ ما بدنا اشي يسع؟ بعدين تنساش الواحد بده يشوف له بنت حلال تسعده. بصراحة أنا بدي إشي بيض الوجه. هات معاك بكرة معلم خليه يتفاهم معه. ما بدك تروح على القرية؟ يلا يلا. وشو هذا يا عواد؟ شو رايك؟ مش احسن من اسم ام الكروم؟ اي بتخاف يزعلوا ينسطحوا وانا سأل عنهم ارضى وحرين بيها. بعدين يا اخوك هذا الاسم عجبني يا اخي راقي. ها معك حق. السلام بطلوا يردون. يا سلام يا عواد، سيارة غير شكل. يا جماعة الخير، هذول ناس مضوا حياتهم بحاجة وفرصة ولاحت لهم. يا ابو نوال، واحدة واحدة، يبنوا بيت على قد حالهم، يركبوا سيارة على قد حالهم، ما قلنا اشي، بس لو يسووا لهم مصلحة يستفيدوا منها. هالساعة عقلة اللي ما بنقدر نتفاهم معه بده يبني قصر مرة واحدة. احكي عواد وجبر تالي وقت.
يعني يا ابو سالم الساعة اللي يبيع مشان يسوي مصلحة اخف بلوى من هذول. اكيد يا ابو نوال، المال يحيي المال، اما هذا مال قاعد يدمر ورايحين يدمروا اصحابه من ورا. ها يابا احنا نسينا الموضوع اللي جايين من شانه. موضوع؟ وش الموضوع؟ خير يا ابو سالم؟ ما في الا الخير يا ابو نوال. بدنا نمر عندك الليله نشرب قهوه. ها ايه بتشرفوا يا ابو سالم بتشرفوا. يلا يلا يا سالم يلا. هلا ابو نوال. هلا يا رجل، انت جايب سيره لمطلق وسالم؟ ايه هسه عجوا عندي وقالوا بدهم يمروا عندي بالليل يشربوا قهوه، بي عندهم موضوع، وانا بصراحه مش قادر اقف على رجلي. لا لا يا ابو نوال، ما هي السالفه مبينه يا رجل، هذول طلبين عروس. اسمع يا ابو نوال، انت بتعطيهم؟ لا لا ولا شيء، بس حبيت اعرف. مع السلامه. وين طلع لي سالم هذا؟ بعدين وقال اكبر صفقه بالنسبه الي، بعدين من دهنه وقليله. شو الحل يا صبري؟ شو الحل؟ وقف وقف. هات تليها يا ولد. نعم يا حاج. مين اللي حط القرمة هاي؟ شيخ عواد ابو كايد. وصاير شيخ كمان. طب شيل معك شيل. يا ابو علي تعال. شيل 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 شيل. بالك 15,000 يبني لي اللي قلت عنه للمعلم وزيادة يا عقلة. بعدين كل شيء رخيص، الحجار والحديد والشمينتو. عواد يا عواد. ما ظل غير اسم أم الكرو متغيره. شو رأيك ترحلنا من هون وتقعد على تليها؟ انت شو مزعلك خيو؟ حينا الجديد وسميناها الاسم. ما بيها اشي يا ابو حامد، انت لا تتدخل، احسابك بعدين. لا يا اخوي حاسبني هسع، اللي بتقدر عليه روح ساوي. هلا هلا، انا اقدر احب سكنت وياه هسع وعن طريق المحافظ. لا بالله، انا اللي بدي اروح للمحكمة واشتكي عليك. انت شو دخلك؟ اذا هارضك حقك تزعل. بعدين هاي أرض خارج التنظيم، بدنا نسميها على كيفنا. إذا بتقدروا على هالحكي سووه، إن كنكو زلم. ما كون عواد إذا ما حبستك. أنت شو عم تسوي هون؟ انضبي جوا. أقول لك شيل شيل معي.
الله شرك يا عواد، كفى الله شرك يا رجل. شوفي يا رجل، شوفي. سايق عليك الله يا ابو سالم، تخلى ابو حامد يكفينا شره. صحيح انا بعدني زعلان منكم، لكن بالله عليكم، بالله عليكم كافونا شر ابو حامد. وحدوا والله يا جماعه، وحدوا والله وفوتوا جوا ولا تلموا الناس علينا. يا جماعه الخير فهمونا، شو القصه؟ هسه ودانشتك يا ابو سالم، انت رئيس المجلس، الارض اللي بنبني فيها داخل التنظيم ولا خارج التنظيم؟ خارج التنظيم يا عواد. لعاد لو سميناها ضاحية النجوم ولا ضاحية العفاريت حدا له فينا؟ لا، ما حدا له بيكم. لعاد فهم ابو حامد هالحكي. اطلع يا عواد. وتطلب لي ابو حامد يلا. ركب جنحان ويطير. شو بي يا بنت؟ قبل شوي يا بطل حس عواد عقلة عند بيت ابو سالم. ايه شو بي يا حضرة؟ عواد مغير اسم القرية من ام الكروم، ما ادري وش مسميها، وابو حامد خلع القارمة ورماها قدام عواد وعقلة. هيهم وين؟ كنهم رجعوا يركبوها محلها؟ هذول بذبحوا بعضهم الليلة، وعواد حلف يمين غير يشتكى ابو حامد اذا انه تدخل. أنا عارفة من وين جتنا هالبلاوي. فوتي أنت على الدكان وأنت روح لدارك، شوف هناك صارت مشاكل. اشتكى بأخذوهم كل من المغفر وبتتفركش خطبة سالم. حلو. لكن إذا خلف اتدخل بصفة عضو مجلس راح تفركش بيعت الأرض. هذه على الجهتين ما راح تزبط معك يا صبري. طيب والحل؟ الحل يا صبري صدقني ما نام الليلة غير حاطهم بالحبس. ما ظل بملك روم إسلام غير هالحمد. وحد الله يا أبو حامد، وحد الله. وخلينا نشوف رأينا على إيش يا جماعة. يا أبو سالم، عواد وعقلة دايرين على المشاكل، وهيهم رجعوا القارمة المتانة. أنا أبوك يا حامد باطل. عواد وعقلة رايهم يمشي ورايي يجلس على ابو حامد. ايه؟ انت العاقل يا ابو حامد. وحده ابو حامد يا راجل، انت العاقل يا ابو حامد. انت الكليب شو هذا؟ نعتبر الناس الجاهله يعني ابو حامد؟ ليش قلتوا؟ لا بيصير ابو حامد. بدك اياني انا اجذب يا سالم؟ بعدين ما انا صرت عضو بالمجلس ولا نسيت؟ انا قصدي يا ابو نوال. سالم ما لك حكي وانا موجود. يابا انا ما قلت شيء. امشي على الدار، امشي روح يلا خلاص. ايه امشي يلا يا خلف. يا ابو حامد يا جماعه، وشو الراي عندكو؟ انا رايي من راي ابو حامد، خلوا يشتكي عليهم وفكونا عاد من عواد عقله ومشاكل. لا يا ابو نوال، احنا بدنا نلم الموضوع، ما بدنا اياه يتوسع. انا ما هو ناقصني مشاكل وهذا اللي عندي. لا حول الله. فوت يا فوت ابو حامد، فوت فوت، تعوذ من الشيطان. فوت 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 يا جماعه، تعالوا جاي. ان شاء الله ما صار شيء. شو مالك؟ بشوفك معصب يا رجل.
مشاكل ام الكروم عمرها ما بتخلص. احنا بنهدي ابو حامد بنلم الموضوع. قام ابو نوال قال انه عواد وعقله رجعوا القارمه. إيه؟ ابو نوال قال هيك؟ انا عتبت عليه وقلتها بيني وبينه. قام ابوي زعل وطرني من دار ابو حامد. ايه لو ايش ابوك يزعل؟ معك حتى تعب ابو نوال. انتوا بتحلوا مشكله تعقدوها. كف الله شرك ابو نوال. ان شاء الله ما في شيء. هذا شوفك لاحق سالم. يا ابن الحلال طول ما عقله واشكاله بالقريه المشاكل ما تنتهي. طيب والحل يا ابو نوال؟ والله اني محتار يا صبري. ولا اقول لك؟ ها؟ تعال اتصل مع صاحبك هذا اللي بده يشتري الارض. خلنا نطلع على عمان من الصبح وننهي هالموضوع. السالفه هذه ما تطعم خبز. وانا رايي كمان هيك. وهي على رايك يا صبري. بلا مشاكل بلا حكي فاضي. خلي الواحد يشوف حاله على البدري. هسه تعجبني. واذا بدك الليل روح عنده ما عندي مانع. امشي. تفضل. اسمع يا عواد، هاي القرية مبين عليها كلها ضدنا، وشكلنا ما رح نخلص من ابو حامد ودواوينه الا اذا اشتكينا عليه. يا رجل انت ليش خايف؟ انا مش سائل عنهم كلهم، ليش خايف؟ اوهو فهمني عاد، سحبة ابو حامد للمغفر بالنسبة له مش قليلة، ومرة ثانية ما بيقدر يعترضنا لا هو ولا اللي بيشد على ايده. يا اخويا عقلة انا مش ناقصني مغافر وروحة وجاية. اطلع 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 اطلع. افهمني، احنا نروح نشتكي لمغفر ام جرون، واذا تصالحنا تنتهي السالفة بالمغفر. استنى عندك، استنى، انت ناسي هذيك المرة لما السمم صبري رحنا لمغفر ام الجرون وبلغنا وغيرنا اسمينا؟ هسا القايد بكشفنا. معك حق. العادة نقول نسوي لنا شوية شوشرة على ابو حامد حتى يسكتوا مطلق وغيره. شوشرة؟ شلون بدك تسويها هذه؟ نروح نحكي تلفون من عند صبري. اي انت بدك تشتكي بالتلفون؟ لا، انا بدي الخبر يصل بسرعة حتى يصيروا يترجوا. ما قلت لك شوية شوشرة؟ شغل. شوشرة هي ودها. واحد مثلي ومثلك ما يجمعوها. ما ظل غير عقلة وشكاله يتحكموا بيها. وكل الله يا ابو حامد، وكل الله يا ابو حامد. يا ابو حامد اذا ارضهم ما عزت عليهم بدو عز عليهم يعني اسم ام الكروم؟ اي ان شاء الله يسموه حي العفاريت. الله لا يردهم هم وياه. بسيطة والله. خلف خلف طلع زعلان، بدي ألحق وأشوف شو ساوى. يا ساتر. هلو. ها يا صبري. شو؟ منو اللي قالك؟ هيهم برا وخلف قاعد يترجى فيهم إنهم ما يشتكوا. طيب طيب. ما قدرت تقنعهم؟ ما رضيوا ومصرين انهم يشتكوا. قلت لكم خلينا نروح نشكي عليهم، ما رديتوا. هيهم سبقونا وصرنا احنا المشكي علينا وهم اصحاب الحد. انا اقول اروح انا وابو سالم لانه رئيس المجلس ونسجل شكوتك. يا خرف يا خرف، هداك الله يا رجل. انت ودك انا نشاكي ناس ما تقدر ولا تستحي. لعاد شو بدك نساوي؟ فهمنا. هسه الحقهم انا وسالم وخلف، واذا قدرنا نحل المشكلة قبل ما يصلوا المغفر. ايه وين ما رضيوا؟ ما عليك ما عليك، انا اتفاهم انا وياهم. تعال معي يا خلف، خلي سالم وصلنا على التراكتر وانت ارجع لبيتك. وما عليك انا ما احط لهم واطي، واذا هم دايرين على بهدلتنا
انا قبيلهم. اهو انت العاقل يا ابو حامد، الحين تلحقهم على المغفر وتبالش انت وياهم، والمغفر يحولكم على الحاكم، بعدين انت بهدل كلنا. خلص يا ابو حامد خلص، الكلام اللي قاله مطلق صحيح، روح انت واحنا نتصرف. لا حول ولا قوة الا بالله، انا رايح على الدكانة، واذا صار اشي خبروني، واذا لزم الامر اشتكوا عليهم باسم المجلس. يلا 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 يا خلف. هدي هدي، هيهم لحقونا. لعاد خلينا نسوي حالنا انه السيارة مبنشرة. بتعرف يا عواد انك جبتها؟ ما انت قليل، هسع تكمل الشوشرة. هذه من افضل انواع السيارات بالبلد، بدك تركبها وتجيني. يا رجل انا بدي سيارة مثل سيارة عواد، لانها بصراحة كشخة. الفرق كبير بالسعر بين هاي وبين سيارة عواد، شو بتحكي؟ طيب انا راضي بهاي، وبكره مثل ما اتفقنا بمرنا عندك على المكتب. تمام. وبننزل على دائرة الطاب وبطوب لك 10 كيلو. تمام. هسا اللي بدي اياه منك، الدنيا بيها حيوانات، بتوقع لي على شيك تأمين وبتتنازل لي بالارض وبتنازل لك بالسيارة. ولا يهمك، عيب علي. تفضل معي. الله يبارك فيك. تفضل معي. تفضل. الو، مرحبا يا استاذ سلمان. يا ابو حامد شو هالحكي؟ على كل حال انا هسا طالع، بلكي قدرنا نحلها من مغفر ام الجروم. لا 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 لا، انا جاي لك. مع السلامه. خير ان شاء الله. عواد مغير اسم القريه من ام الكروم لضاحيه النجوم. شو انجن ولا عملنا المصاري؟ الظاهر تنتين سوا يا با. أنا صار لازم أرجع وأعيش بالقرية، لأن وجودي معهم صار ضروري. يابا خليك بعيد عن مشاكلهم قد ما تقدر. يا ريت لو بقدر يابا، بس الأعمى لازم ندله على الطريق، لأنه هذه مسؤوليتنا يابا. إذا حدا حكى أو سأل عني هيني بالبيت عمو. ماشي، مع السلامة عمو. نوال؟ إيش أبكاري؟ أشوف سيارة عواد واقفة عند الدار الجديدة. مليح اللي لحقوهم، خليني أحكي مع أبو حامد لما يوصل داره وأخبره. لا تحكي هسه بالحقهم، ولا عليك يا عواد، من يوم ما حط راسه براس عقله ما شفنا الخير. كل ام الكروم ما شافت الخير من وراهم. سمعت ان الليله جهتك يا نوال. والله علي قاعد بصير كل الجهات بالقريه صارت جهات صلحات وحل مشاكل. الحياه تنتهي والمشاكل ما بتنتهي، وما دامك موافقه على سالم انهوا الموضوع السريع. يا مكايد كنت خايفة من فالح الله يرحمه يجوز عواد، وهي فالح مات وعواد كثرت مصاريه، واذا عواد بده يتجوز ما رح يسأل عن حدا، واخرته رح يتجوز يا خضرة. ول ول ول، منو جاب السيرة عواد وجيزته؟ ما هو سؤالك يا خضرة مش محله، احنا بيش وانت بيش. الله يسامحك يا نوال، والله ماني داريه من وين الاقيها وايش اساوي لحظي. بخاطرك. مع السلامه. اخ يا لطيف يا لطيف، الطف بينا. ولا يمكن
غير اشتكي للدولة وخلها تتصرف معه. يا عواد يا عواد، احنا قرايب وعيب علينا انتشاكه، ومن حقي انا وابو حامد وغيره ان نزعل من اللي سويته. انا ما سويت شي غلط، واذا الكو حق عندي خذوه من عيوني. انا اقول اذا ودكو هالقارمة خلوها وفكونا. هذا اللي بدنا اياه. تشدش كثير وانا هسع بدمون عليك. يا ابو سالم. آه. انا بدمون على عواد باللي قلته وبكفالتك انت وخلف ان ابو حامد ما يجي بينا ولا يتدخل بينا لا من بعيد ولا من قريب. انا ومطلق قابلين الحكي، وابو حامد علينا ما يعترضكم ولا يقرب عليكم. موافق يا عواد؟ عواد وموافق، ما عليك انت. يلا يا ابو نواف. شو رايك زبطت؟ مثل ما حبكناها حليناها. وشو رايك نصل لعمان؟ وشو عليه وشو ورانا؟ يلا يلا. ها. اي اي، لمين هاي السيارة؟ مبين عليها غريبة بس قاعد يضوي لنا. هدي هدي. هذا جبر. والله يا جبر. شو بدلت؟ هالساعة هاي سيارة، والكركعية اللي كانت معي سيارة، مش معقول. مش معقول. شو يا براجي، ما ودك تنزل تسلم على جبر وتبارك له؟ انزل يا رجل انزل. مبروك. هاي صدقوني غير مباوسة. ايه سلموا على بعض. الله يبارك فيك، ترى انا بحبك يا عقلة رغم اللي صار بيننا. ترى بدنا نعلمك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صار الطوشي بالقرية؟ نوت تصير، لكن عاد ما صارت. خير ان شاء الله. غيرنا اسم القرية. قولوا غير يا رجل. ما قلنا لك غيرنا اسمها من ام الكروم لضاحية النجوم. النجوم؟ الله يسمعنا الاخبار الطيبة. ترى يا جماعة الخير انا عازمكم ليات محل يعجبكم بعمان، المحل اللي خبرة كبير. بس على حسابي. هلا هلا، من وراي عواد انتو جبر. ملحوقة يا براجي ملحوقة. تدروا من هو ناقص هالطابق؟ منو؟ حبيبنا صبري. لعاد وجهك عليه، جيبه والحقنا على عمان على طول. تفضل يا ابو راجي. يلا. فكر يا صبري شو بدك تساوي، فكر شو بدك تساوي. ها
صار واصل. الله لا يجيب الساعة اللي جابتك. تفضلوا. فوت جاي يا استاذ سلمان. العاقب نواد. يا هلا وبيك مرحبا. شو رحت على المغفر ما لقيت حدا؟ خير ان شاء الله. الحمد لله حليناها قبل لا تصل المغفر. الحمد لله. لحد الحقني على بيت ابو حامد. ماشي هسه الحقك. ايش بدك تقول يا استاذ سلمان؟ قول يا ابو نواد. النية ان مطلق والجماعة يجوا الليلة عندنا يشربوا القهوة مشان موضوع سالم ونوال. لا 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 لا، الليلة مش مناسبة. انا بحكي مع ابو سالم يأجلها. اللي تشوف. وين رايح؟ لعندار ابو حامد، التعليل الليله عنده عشان اللي صار. الحمد لله. يعني ما راح ترجع للبيت؟ ليش بي شيء؟ صلاح حكى بالتليفون. احنا موعدنا بكره؟ هي على موعدنا، وانا جاهز من الصبح. على بركه الله، اتوكل انت. يلا. الحمد لله، صار اللي بدي اياه. يا عيني عليك يا جبر، يا عيني عليك. شكرا. هاي اللي تذوق لك، يعدمن جدوقك. وين حلوانها؟ عمرك اطول من عمري. عواد وعقله سبقونا على عمان وانا جاي اخذك. طيب خذني على البريد غير وعي وروح معك. يلا اطلع. شرفت يا صبري بيه. اهلين فيك يا خالد، كيف حالك؟ تفضل شيخ جبر، تفضل 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 تفضل. هاي خالد زي ما احنا متفقين. حاضر. بدك طاوله لحالك ولا مع الشيخ عواد؟ ها؟ لا مع الشيخ عواد. تفضل. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. شيخ عواد حبيبي، الله يمسيكم بالخير. الله يسعدكم شيخ عقنا حبيبي. مسيك بالخير. هلا. الله يسعدكم. اقعد اقعد. يا هلا يا هلا. اقعدوا يا هلا ومرحبا بيكم. اقعدوا. شلونكم؟ هلا هلا. يسعد هالمساء منوره. تفضلي. الله يسعدك. اهلا وسهلا فيكم. فرقة البرادرز تتمنى لكم سهرة ممتعة مع فنانة الناعمة ريمو. اسمر يا
ما بنفعك. رش يا ابو راجي. تحيه من ابو راجي. تحيه من عيون ابو راجي. للشيخ عواد. للشيخ عواد. تسلم تسلم. وتحيه لاحلى جبل. شوفهم بلكي اجوا. لو بترد علي استاذ سلمان بلا منها روحة عليك. هذا راي الجماعه يابا، خليه يصلهم ويحكي عليهم. انت غشيم عنهم يابا، هذول جماعه ما بيقدروا حدا ولا بيحترموا الكبير. يا اخويا سالم، انا واحد من اهل ام الكرم ولازم احكي معهم. النفع الحكي هيو نفع، ما نفع بكون اللي علينا سويناه. طل يا سالم اذنهم اجوا. ماشي. هريهم وصلوا. لا تخلي عليهم اشي. توكل على الله يا ابو حامد، توكل على الله. هذول الشباب عاملين امارة سيارات. الله يخرب بيوتكم. بس مسيكم بالخير. هلا استاذ سلمان. هلا استاذ سلمان. هان 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 محلي. هون تفضل هون استاذ سلمان. انا بدي اقعد محل عمي فالح الله يرحمه. الله يرحمه. رحمة الله عليه، كان يعزك كثير ربنا الله. رحمة الله عليه. تعيش. شو يا عقلة، بشوفك بعدك ما اشتريت سيارة. ان شاء الله اليومين. مبين عليه معبى جاهز. الله يسترنا. والله مسؤولين كبار بعمان ما ركبوا سيارات مثل اللي راكبينها. شو وين كاين سهرتكم الليله؟ كنا بعمان وتمنيناك معنا. قعداتكم هاي وسهراتكم ما بتلايمني، وانا خايف عليكم منها. الله يسامحك يا استاذ سلمان، تتمسخر علينا؟ خيو كلنا عيال 9 اشهر. لا يا عواد انا ما بتمسخر. انا اقول نغير الموضوع احسن يا شيخ عواد.
مشي اخوك كمان يا عواد. الله يرحم واسطات مصنع الاسمنت. ما هو يا استاذ سلمان الثاني نسيت من اذن مدرسه نتع لي مرسيدس. شو منين جبتها؟ من تعبك؟ ما هو يا استاذ سلمان اذا بدك تعيرنا خلينا نقوم نروح. اقعد. انا بعدني ما كملت، ولما بحكي بحكي معاك وبالعشم. وانا مالي فخار يكسر بعضه. لو رد علي ما راح. خليه يسمحهم اكم من كلمه، يستاهلوا. يا ابو حامد هذول ناس ما بقدروا هسه يغلطوا عليه او يسمعوا كلمه. انا اقول خلي سالم يروح يناديه احسن. انت خايف على سلمان؟ اي انا لولا ما خفت اتضارب انا وياهم كان رحت معاه. انا قلت لكم وبعدني بقول، بعتوا وصار معكم مصاري، عالقليله استثمروا باقي الارض اللي ضايله عندكم بدل ما تبعزقوا المصاري على السهر بعمان. اسمع يا استاذ سلمان، انت ببيتي وانا بعزك واحترمك، واللي عندي قلت لك اياه بيت ابو حامد قبل هالمره، واقوله الليله وبكره. زرعت الارض اللي سولف فيها، روح سويها لحالك، الله يبارك لك ارضك وانت حر فيها. لكن ارضنا احنا حرين بيها. هذا اخر كلام عندك يا عواد؟ يا خساره بس انك ولد فالح العواد. انتوا لو بتعرفوا قيمة الأرض كان ما ضحك عليكوا تاجر من عمان وشراها منكوا بتراب المصاري، وباكر راح تقعدوا بدونها وتضربوا على روسكوا ندم وتعضوا على أصابعكوا ندم. أنا راجع لأم الكروم، أم الكروم اللي ما بتنكر أهلها. لكن يا خسارة يا خسارة أهلها قاعدين يتذكروا لها لأنهم ما هم عارفين قيمتها. أوف، هذا ما ظل عليه غير يقضب أصحابه يضربنا. وشو تقول إنه وصى علينا وإحنا ما ندري؟ وصي على حاله واللي يطلع بيده يروح يساوي. هاي أبا، شو ساوى الأستاذ سلمان مع الجماعة؟ يا أبا أنت من عقلك يعني إنه عواد يجبروا غيرهم يردوا على الأستاذ سلمان أو يقنعوا إنهم يرجعوا يزرعوا ويفلحوا بالأرض؟ بس رأي الأستاذ سلمان صحيح. سلمان مجنون بده يوقف بوجه الزمن. يا أبوي هذا زمان مادة، زمان قروش، زمان يتغير يوم بيع اليوم. يتغير بس للأحسن. آخ مين كان يصدق إنه جبر اللي كان يشحد الملح صار يركب سيارة؟ ايه دخلك وسارقها سرقه، ما هو اكل جوعته منه فلس، خلوا يشبع تالي حياته. قومي نامي يابا، ترى انا عندي مشوار بكره لعمان. عمان؟ خير شو في؟ صبري طالب مني خدمه عند صاحبي لي وبدي اطلع انا وياه. يابا روحات صبري وجياته عليك بالدكان كثرن، وانت بصراحه تغيرت. ما حط ابوي اللي عرفه. ما انا قلت لك يابا هذا وقتي تغير يوم عن يوم، وانت قلت للاحسن، وان شاء الله انه للاحسن. فوتي نامي يابا فوتي. الله يعطينا خير هالايام ويكفينا شرها. انا داري